بسم الله الرحمن الرحيم. علامات تثبيت حفظ سورة الرعد. سورة جميلة وليست طويلة. الرعد بيفكرنا بالمطر، المطر رزق. بنربط معظم الآيات بهذا الموضوع. الرعد نافع يعني، وننتفع بيه ورزق، وينزل أنزله وكده. في واحد كان بيتكلم في الشعر، يقول أسقيتني أول الرعد. هي أول الرعد يعني أسقيتني المر يعني. فإحنا نفتكر ألف لام ميم را، وبعدين تلك آيات الكتاب. آيات هيكلمنا على الآيات في هذه الصفحة كثيرا. آيات الكتاب هنا، إن في ذلك لآيات لقوم يفصل الآيات. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. طيب، وقفنا هنا. تلك آيات الكتاب. في جمل تقفي كده وتجيبي حاجة تانية، تجيبي حاجة تانية. تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق. كمان بيتكرر فيها الحق كثيرا، يمين وشمال. يضرب الحق والباطل. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هنا بيتكلم على القرآن. هنا هنستعمل أنزل وأنزل للمطر أيضا، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بالقرآن ولا بالله ولا بالرسول ولا باليوم الآخر وكده، خاصة اليوم الآخر. الله الذي، عندنا آيتين تبدأ الله الذي، ديت أول واحدة، والتانية على الشمال هنا الله يبسطه. 2 و8 يعني يبدأوا. وفي الآية 26 الله، هي دي الله يبسطه. عندنا 8، فين هي 8؟ الله يعلم. اهي الله الذي رفع السماوات، وهنا الله يعلم ما تحمل كل أنثى. طيب، نتكلم على علم الله، عالم الغيب والشهادة. طيب، عندنا كمان يبقى 3 آيات فيها الله. تبدأ الله واحدة، الله الذي رفع السماوات، والتانية الله يعلمه، والتالتة الله يبسطه. طيب، بالنسبة للرعد هنستعمل العين، هنستعمل الره، هنستعمل الدال في ربط الكلمات في السورة. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه، يعني ما بتشوف العمد أو بتشوف السماء بدون عمد. بغير عمد ترونها. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. الحد ده عادي يعني، بيتكرر في سور كتير. يدبر الأمر في يونس. عندنا في يونس هي الياء يعني، عشان يونس يدبروا الأمر. ذلكم الله ربكم فاعبدوه. هنا يفصل الآيات، عشان هي من أولها تلك آيات، وهنستعمل الآيات والكتاب. ووقفنا الآيات هنا، يفصل الآيات، وهنا الآيات ونفضله، تشبه يفصله بس فيها نقطة، وهنا لآيات. طيب، وبعدين يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يبقى هم لا يؤمنون بالكتاب ولا بالآخرة، اللي هو لقاء ربكم، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. طيب، دلوقتي هو كلمني على ان هو رفع السماوات بغير عمد. طب بالنسبة للأرض هل فيها عمد؟ عمد يعني حاجة تمسكها حتى لا تميد بنا. تعرفين الأرض بتلف حوالين الشمس، بتلف حوالين نفسها، فاحنا هنلف معاهم ولا ايه الموضوع؟ يعني عشان ما يحصلش بقى الزلازل والزلازل البراكين الحاجات دي، لازم الارض ما تميد بنا، تبقى ثابته يعني، شويه بتلف احنا نتشقلب وكده. المهم يعني، فهو فيها اعمده اللي هي الاوتاد، اللي هي الجبال تمسك الارض. طيب، على طول خلصنا الله الذي رفع السماوات بغير عمد، اللي بقى اللي وراها وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار. طيب،
ما بيتكلم على الثمرات، بيقول تتفكرون. هتلاقي الكلام ده في النحل، وهتلاقيه في الروم آية 21 ثمرات، يبقى تتفكرون. بصي للثمر كده وللشجر والحاجات دي كده، يعني الدنيا تبقى جميلة كده قوي وبعدين تنتهي. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار. دي كانت يغشي الليل النهار بعد استوى على العرش في الأعراف، جات لنا في الآية اللي وراها هنا، وبرضو يدبر الأمر كانت في يونس. يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هناخد الفه ونقول وفي الأرض، ما احنا اتكلمنا على الأرض قبل كده، بس ده كان رواسي يعني حاجة تمسكها، وهنا برضو حاجة بتمسكها عمد أو رواسي، لكن هنا يتفكرون. هنقول وفي الأرض، في الأرض ايه تاني؟ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب. عندنا جنات هنا في السورة برضو بالضمة كده في الآيات، جنات عدن ضمة واحدة، جنات عدن عشان مضافة. طيب جنات عدن في الآية كام؟ الآية 23. بس دي الجنات بتاعت الأرض غير جنات السماء يعني. وفي الأرض قطع، يبقى ده مبتدأ مؤخر، متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. أعناب وزرع اللي فيهم عين جنب بعض، مفيش مشاكل كده، عشان احنا في سورة الرعد هنهتم بالعين كتير. أعناب وزرع، وهي الجنات دايما بيتكلم على النخيل فيها صح، جنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. طيب تعالوا نشوفوا معناها إيه الآية 4. قطع يجاور بعضها بعضا، منها ما هو طيب ينبت ما ينفع الناس، ومنها سبخة ملحة لا تنبت شيئا، وفي الأرض الطيبة بساتين من أعناب وزروع مختلفة ونخيل مجتمعا في منبت واحد وغير مجتمع فيه، يبقى صنوان وغير صنوان مجتمع في منبت واحد وغير مجتمع فيه، كل ذلك في تربة واحدة ويشرب من ماء واحد، ولكنه يختلف في الثمار والحجم والطعم وغير ذلك. هذا حلو وهذا حامض، يعني عندك برتقال بسرة وبرتقال سكري وبرتقال حادق وبرتقال مش عارف. سبحان الله سبحان الله. ونفضل بعضها على بعض في الأكل، ده تحب تاكليه، ده علامات للي بيعقل. طيب وإن تعجب، ماشيين بالعين اهو بعد كل ما حكلنا هذا. وإن تعجب بكلم محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كلنا نتعجب أيضا. فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا في خلق، أإنا لفي خلق جديد، معقولة يعني ما يبقى زي التراب هنرجع تاني؟ طب ما أنتوا أصلا مخلوقين من ولا حاجة، من عدم، فلما تبقوا تراب سبحان الله، كن فيكون، قادر على كل شيء. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا، أإذا كنا ترابا متكررة في النمل هناك، وآباؤنا أئنا لفي خلق جديد. طيب أإذا كنا ترابا نربطها في الرعد إزاي؟ الرعد بينزل على التراب، هو الماء يعني المطر بينزل في التراب على التراب، وبعدين التربة يعني وتنبت بقى. طيب بالنسبة للنمل، النمل زي الذر صح؟ مش النمل زي الذر كده؟ هي نفس الكلام، ما فيهاش الا ترابا، ما فيش متنا، يعني ما فيش كلمة متنا ولا عظاما ولا حاجة، مختصر. أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. قلقلة الدال بتاعت الرعد. الرد بقى عليهم بيبقى ثلاث جمل في هذا المكان في الثلاث صفحات، يعني هنا الصفحة اللي وراها والصفحة اللي وراها، هنقول ثلاث جمل للكفار. أول مرة هنقول أولئك الذين كفروا بربهم. كلمة الذين كفروا متكررة سبع مرات على الأقل، أربع مرات بدون ويقولوا، وثلاث مرات ويقولوا، أربع مرات بدون ويقولوا. يعني مثلا عندنا في الآية
واحد وتلاتين واتنين وتلاتين وتلاتة وتلاتين ورا بعض، والآية دي الذين كفروا. لكن ويقولوا الذين كفروا عندنا منها ثلاثة، يبقى كده سبعة على الأقل الذين كفروا، بعد كده الكافرون الكافرين ويكفرون وكده. طيب المهم، أولئك الذين كفروا بربهم، أدي جملة، وأولئك الأغلال في أعناقهم، أدي جملة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم عفوا وعفوا عنا، اللي هم إيه؟ بينكروا البعث. بقيت الكلام ويستعجلونك، تعجب ويستعجلونك تشبهها في الحروف، ها، ويستعجلونك بالسيئة. عندنا في الحج والعنكبوت ويستعجلونك بالعذاب، هنا بالسيئة بيكتر فيها سوء الحساب، بيكتر فيها سوء الحساب. هتجيلنا في الصفحة اللي وراها، الصفحة دي على اليمين وعلى الشمال، و الثانية وسوء الدار، وعندهم سوء الدار، يعني عايزة اقول ايه، سوء الدار وعندهم سوء الحساب. طيب فالسيئة نربطها بالسيئة، الآية 25 والآية 18، سوء الدار والحساب. طيب فهم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، يعني يستعجلوا العقوبة. وقد مضت عقوبات المكذبين من قبلهم فكيف لا يعتبرون بها، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإنه لشديد العقاب. هنا كان في قلقلة جديد. طيب هنا العقاب هاد. طيب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه، هنستعمل أنزل هنا أول مرة، لولا أنزل عليه آية من ربه، نفسها هتتكرر تاني، متكررة فين؟ في الآية 21 زيها بالظبط، لولا أنزل عليه آية من ربه. أول واحدة هيقول إنما، هنستعمل الهمزة، وتاني واحدة قل. طيب بيقول له إنما أنت منذر، ويستعجلونك بالسيئة، عايزين عذاب. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. يعني عايز يقول لهم يعني كل حاجة بقدر، وضرب لنا مثل بهذا. كل أنثى، مش بس في الإنسان، هنا العقاب وهنا معقبات، تشبهها برضو في الحروف. كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ويقول كفار مكة لولا في الآية 7 هل جاءتهم معجزة محسوسة كعصا موسى وناقد صالح، وليس ذلك بيدك يا محمد، فما أنت إلا مبلغ لهم ومخوف من بأس الله، ولكل أمة رسول يرشدهم إلى الله تعالى. الله عالم بما خفي عن الأبصار وبما هو مشاهد، الكبير في أسمائه وذاته وصفاته، المتعال على جميع خلقه بذاته وقدرته وقهره. يستوي في علمه من أخفى القول منكم ومن جهر به، ويستوي عنده من استتر بأعماله في ظلمة الليل ومن جهر بها في وضح النهار.
في ملائكة بيتعقبون فيكم على الإنسان من بين يديه ومن خلفه يحفظونه بأمر الله. يعني هم بيحفظوه بأمر الله ويحصون ما يصدر عنه من خير أو شر. وسبحان الله ما يغير ما بقوم من نعمة إلا إذا هم غيروا نفسهم. يعني اللي بيعصي هتروح منه النعمة، واللي بيتهدى ربنا يديله النعمة. طيب خلصنا كده. لهم معقبات، دول ملائكة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه يعني من أمر الله، يعني بأمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا، هي كلمة سوء سيئة، فلا مرد له. شفتوا مرد الرعد. وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق وتحتها الرعد خوفا وطمعا. فعلا الواحد بيترعب لما بيشوف البرق والرعد. والرعد ساعات بيبقى الواحد مش متحمل الصوت، سبحان الله، فعلا يخيف. وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده. في ناس يقولوا الرعد ملك يسوق السحاب، الصوت ده هو صوته، هو بيسوق السحاب، الله أعلم. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. احنا كمان بنخاف ونترعب يعني، سبحان الله. ويرسل الصواعق، هو طبعا قادر ان هو يرسل صواعق فيصيب بها من يشاء. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. يعني الرعد يسبح بحمد الله تسبيحا يدل على خضوعه لربه. وتنزه الملائكة ربها من خوفها من الله. ويرسل الله الصواعق المهلكة. والكفار يجادلون في صفات الله وقدرته على البعث، وهو شديد الحول والقوة والبطش بمن عصاه. طيب هنا دلوقتي يسبح الرعد بحمده والملائكة، وعرفنا فيه خوف ورعب. هنا اما بتخافي بتعمل ايه؟ في ناس بيقولوا اللهم لا تقتلنا بغضبك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم اللهم لا تقتلنا بغضبك. يعني ما الواحد بيسمع الرعد والبرق شديد خالص كده ورياح شديدة بيقول ربنا يستر، يعني ما يحصل لناش حاجة، ولا الشجر يقع علينا، ولا أي حاجة، ولا يحصل ده ولا يحصل ده. فبنقعد ندعي ربنا، بنخاف كده ونترعب، نقعد ندعي ربنا. هو بعد الآية دي هتقولي إيه؟ له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. يعني لما أنت تمدي إيدك كده للمية في البحر ولا في الكوب ولا في اي حاجه، الميه هتجي عند ايدك ولا مش هتيجي؟ طبعا الميه هو ريموت كنترول ولا ايه. وما دعاء الكافرين الا في ضلال. عندنا في سوره غافر وما كيد الكافرين الا في ضلال، متكرره في الايه 25 و50. بعد 25 وقال فرعون، وهو اللي عامل كيد لموسى ولبني اسرائيل. وبعد الآية 50 إنا لننصر رسلنا. يعني بعد الآية الأولى هنتكلم على فرعون، وبعد الثانية إن ربنا بيتكلم إنا لننصر رسلنا. هنا عشان عارفين إن بعدها آية السجدة له دعوة الحق، بندعو الله سبحانه وتعالى وإحنا ساجدين، صح؟ وما دعاء، إحنا بنجيب هنا العين والدال في سورة الرعد الثانية، وما كيده، لأن هناك في كيد فرعون وقومه. طيب إن شاء الله الربط سهل. ولله يسجدوا من في السماوات، من عندنا ما في سورة النحل، من في السماوات والأرض، عندنا وهنا ومن في الأرض وكذا 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 وكذا، طويل قوي في الحج. هنا ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. يعني هم وظلالهم يسجدوا لله طوعا وكرها. ينقاد كل من في السماوات الأرض يخضع له طواعية، والكافرون رغما عنهم وحالهم وفطرتهم تكذبهم في ذلك، وتنقاد لعظمته ظلال المخلوقات فتتحرك بإرادته أول النهار وآخره. عندنا طبعا بالغدو والأصال أو طوعا وكرها، في أسلم من في وله ما أسلم من في السماوات والأرض، دي في آل عمران. طيب وظلالهم بالغدو والآصال، يعني صباحا ومساء.
الأصل العصر يعني مهم، يعني أول النهار وآخر النهار. السؤال: كل من رب السماوات والأرض؟ كل هنا اللي في السورة السماوات والأرض ما جت لي نشف أول الآيات. السماوات والأرض يعني الآية، مش الآية، السورة مش طويلة، ما فيش يعني وما، قصدي يعني مختصر. السماوات والأرض، كل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء، يدعون من دونه، من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، قصدي لا يملكون لأنفسهم نفعا. الأول النفع، هي أنا قرأتها وأنا مش بص، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. في الرعد المطر بينفعنا صح؟ على اليمين واللي فيها عين في الغالب فيهم نفع الأول، زي الأنعام وزي الرعد وزي حاجة كمان. طيب خلينا دلوقتي مكتوب كله في الملفات. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ هنا في أعمى هنا كمان أسئلة. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ اللي بيشوف كل الآيات ديت وما بيآمن، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ ثلاثة أم وثلاثة ويقول الذين كفروا، وثلاث جمل في الآخر هنا عقاب للكفار، ثلاث صفحات ورا بعض. الأعمى والبصير، وبعدين الأعمى يتناسبوا الظلمات والبصير النور. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل، قل الله، وهنا قل الله، قل الله، قل الله خالق، يعني في حد خلق زي خلق الله، عشان كده هم اتلخبطوا ومش عارفين مين اللي خلقهم ومين اللي بيخلق ومين اللي بيرزقهم ومين مين اللي يعبدوه ومين اللي ما يعبدوش. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل، هنستعمل أنزل كتير في الرعد، وهنا فيه الحق، له دعوة الحق، الحق والحق، ويضرب الحق، يضرب الله الحق والباطل، بيتكر فيها، بيكتر فيها الحق. وأنزل، فعل أنزل، أنزل من السماء ماء، طبعا هو بعد ما الرعد والبرق وكده بينزل المطر شديد بقى. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. الآية 17، أنزل من السماء ومما يوقدون عليه. خلينا نقرأ التفسير. ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا للحق والباطل بما أنزله من السماء، فجرت به أودية الأرض بقدر صغرها وكبرها، فحمل السيل غثاء عاليا لا نفع فيه. عارفين غثاء السيل؟ يعني زي الايه، زبد البحر كده، حاجة زي زبد البحر كده، يعني اللي بيشيل الزبالة اللي ويرميها لبره، فده ما بينتفعش بالناس. غثاء عاليا لا نفع فيه. وضرب مثلا آخر هو المعادن، يوقدون عليها النار لصهرها طلبا للزينة كما في الذهب والفضة، أو طلبا لمنافع ينتفعون بها كما في النحاس، قصدك الحديد ولا إيه؟ فيخرج منها خبثها، هو بيعملوا كده للحديد، مما لا فائدة فيه، كالذي كان مع الماء. بمثل هذا يضرب الله المثل للحق والباطل. يعني دلوقتي في حاجة بينتفع بيها الناس وفي حاجة ما بينتفعوش بيها، ففي حق ده اللي هينفعهم والباطل ما ينفعهم. فالباطل كغثاء الماء يتلاشى أو يرمى إذ لا فائدة فيه، والحق كالماء الصافي والمعادن النقية تبقى في الأرض للانتفاع بها. طيب أحسن لما قرأنا الشرح. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. سال يعني الوادي، يعني المية بقت مليئة كده، اتغطى بقدرها، كل وادي بقدره.
فاحتمل السيل زبدا رابيا، يعني هو حمل معاه الزبد ده اللي هو زي نسميه ايه اللي فوق البحر، فوم. فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثل. المهم أنا عايزاكم تاخدوا بالكم إن هنا ابتغاء حلية أو متاع، الاتنين بالكسر وبعدين زبد ضمة تاني، ما تتلخبطوش. زبد مثل ضمة وضمة، كسرة وكسرة. طيب كذلك يضرب الله الحق والباطل، وتاني بعدين كذلك يضرب الله الأمثال. طيب للذين استجابوا لربهم الحسنى، الجنة يعني، والذين لم يستجيبوا له، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. وقفنا الجمل مختصرة وتقف فيه تقولي حاجة تانية، هنقف نقول ايه ثلاث انواع عقاب او ثلاث جمل يعني عقاب للكفار لم يستجيبوا لله. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد، يعني ثلاث جمل زي ما قلنا هناك. أولئك الذين كفروا بربهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنا ثلاث جمل برضو في الصفحة اللي وراها نفس القصة. هنا برضو في سوء الحساب، فين في أي آية؟ 21 أهي سوء الحساب. طيب دول لهم سوء الدار. افمن يعلم، ما تفتكريش، ما تنسيش ان انت هنا قلتي اعمى وهنا هتقولي اعمى. افمن يعلم انما انزل اليك من ربك، انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى، يعني الكلام مرتبط ببعضه جدا. انما يتذكر اولو الالباب، معروفه دي كتيره في المصحف. مين هم اولو الالباب يا ترى؟ الذين والذين والذين الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ويصلون، متكرر معانا في عندنا كمان الذين بدون واو في الآية 28 الأخيرة اهي، الذين آمنوا، الذين يوفون، الذين آمنوا. هتيجي في الصفحة اللي وراها برضو الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أيوه 28 و29 الذين بدون واو، وبعدين والذين بقى كتير هنا 22 و26. المهم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، هيكلمنا على الكفار عكسهم هنا. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. يعني هنا في قلقلة عندنا عايزين ناخد بالنا منها، باب يعني قلقله اناب القلوب كده المهاد. وبعدين غيرها بقى الدار الدار الدار، ثلاثه الدار، سهل الربط الحمد لله. طيب هنتكلم تاني. هنا يقول ايه؟ يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ويصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. هنشوف عكسهم بقى، والذين ينقضون عهد الله، ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون، بيعملوا عكس دول بالظبط، ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. دول يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، دول يفسدون في الارض. طبعا اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار، لما فكرونا بدول اولئك لهم سوء الحساب وكذا كذا، دول اللي يفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه، زي في سوره محمد وتقطعوا ارحامكم أولئك الذين لعنهم الله أصمهم وعمى أبصارهم. هنا على طول بيفسدوا في الأرض ودول ويقطعوا الرحم، ربنا ما بيحبهمش. طيب والذين صبروا يصلون، يوصل صبروا ابتغاء وجه ربهم. الآية جميلة، صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. يعني أنت عندك هنا اتنين صاد وهنا اتنين صاد، صبروا والصلاة وأقاموا الصلاة وراها وأتوا الزكاة، يا إما أنفقوا، هي نفس المعنى. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. في الرعد هنتكلم عن الرزق، علشان هنا الرزق
عشان المطر رزق، ربنا بيطلع بيه الثمار والحاجات اللي الناس كلها تشرب وكده، رزق من الله. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، يعني الجزاء الأحسن في الآخر. طيب ودول لهم سوء الدار، لهم لعنة ولهم سوء الدار. طيب ربنا هيعرفنا إيه هي عقبى الدار. أولئك لهم عقبى الدار، يعني عقبى الدار لهم هي خبر مرفوعة، فدي بدلها أو بدل أو عطف باين. جنات عدن يدخلونها، بعد يدخلونها وقفنا هنقول إيه؟ عندنا مثلا في سورتين، في غافر، لا مش دي، جنات عدن يدخلونها في النحل، تجري نحلة بتجري أو بتطير، شوفوا بقى تجري ولا تطير، بتجري من وردة لوردة لوردة لوردة، بتاكل يعني في الورد. وبعدين في فاطر يحلون، ما احنا اتفقنا ان احنا لما نفطر بنحلي بالتمر. طيب هناك جنات عدن يدخلون، هناك تجري، تقولي بعدها تجري في النحل وتقولي بعدها يحلون في فاطر. طيب هنا نقول ايه؟ ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم، متكررة ديت في غافر، بس على لسان الملائكة، ربنا وادخلهم جنات عدن، هناك بالكسر جنات عدن، بس اللي احنا ذكرناهم كلهم بالضمة، اللي هي في فاطر وفي النحل. هنا هناك بقى ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. طيب الحمد لله الملائكة بتدعي لنا، وهنا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، بيدخلوا يعملوا إيه؟ يقولوا لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. جميل، شرح جميل للخير اللي بيعملوه المسلمين وجزائهم كمان. بالتانيين بقى مختصرة، هما بيعملوا ايه واتلعنوا ولهم سوء الدار وبس، ما فيش شرح. طيب الله يبسط الرزق لمن يشاء، ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا. هنعتبر الرزق ده مطر، والناس بتفرح بالمطر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويهدي إليه من أناب. عايزين قلقلة، فما تنسوش الباب وحساب وباب، وبعد عندنا دار 3 آيات، وبعد كده أناب والقلوب. ويهدي إليه من أناب، زي مين؟ زي الذين أمنوا، الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين أمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ممكن نربط سوء الدار السين، يعني بالله يبسطه السين بتاعتها، احنا عرفنا من الاول، من اول خلاص، من اول ما بدأنا، ان في 3 آيات تبدأ الله، الله الذي رفع السماوات بغير عمد، الله يعلم ما تحمل كل انثى، ودي الله يبسط الرزق لمن يشاء. بس هي مكانها فين بقى؟ هو ده ربطها، اللي يحتاج جهد منك او تعرفيها في مكانها وتتصرفي يعني. طيب خلصنا ديت، تطمئن القلوب. الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. مآب هنا في مآب، وهنا في مآب، وهنا في متاب. طيب طوبى لهم وحسن مآب، يعني مرجع جميل. طوبى هي نخلة في الجنة، يعني يمشي فيها ظلها، تمشي فيه 100 عام ما بيخلصش الظل بتاعها، ظل ممدود. كذلك أرسلناك في أمة، يعني بيجيب جزاء جميل، وبعدين كلم الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، هو بيكلموا على القرآن في الآية اللي قبلها كمان،
الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، اللي هو القران اللي هو اوحى ربنا الينا، وهو قراننا اهو. وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت، توكلت واليه متاب. هنا اليه ادعو، اليه ادعو واليه مآب. يعني ما تستعملي تاء، هتستعملي تاء، وما تستعملي همزه، هتستعملي همزه، ما في مشكله. ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى. هنا ما فيش رد، يعني في جواب لو لكان هذا القران. يعني الايه معرفش كده ولا لا، الايه 31، ولو ان ثمة قرانا يقرا فتزول به الجبال عن اماكنها، او تتشقق به الارض انهارا، او يحيا به الموتى وتكلم كما طلبوا منك، لكان هذا القران هو المتصف بذلك دون غيره، ولما امنوا به. سبحان الله. احنا عندنا في سورة الحشر كان بيتكلم على القرآن، سورة الحشر، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولو لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحان الله، الجبل يتصدع والناس مش بتسمع ولا بتفهم ولا بتفهم ولا بيأثر فيها من قسوة القلوب وكثرة الذنوب. اللهم اهدنا لما تحب وترضى. طيب هنا وصلنا قرآنا، خلصنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى، لكان هذا القرآن. بل لله الامر جميعا، هنا بل لله، هنا فلله المكر جميعا، عشان ما نتلخبطش. بس هنا الامر الالف، وبعدين هنا المكر الميم الف، وديت المكر ب، يعني دي تيجي قبل دي. طيب بل لله الامر جميعا، احنا فين؟ افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. جميعا جميعا، يعني الناس بتحب ان كل الناس تتهدى وتبقى مؤمنه، بس لو ربنا يشاء ان هو يهدي الناس جميعا يهديهم. انتوا ما بتيأسوش من كده؟ طبعا ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. ولا يزال الذين كفروا، اهي الذين كفروا اهي دي تاني مرة، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما، عندنا ثلاث مرات في هذه الصفحة، الذين كفروا اهي، للذين كفروا اهي، للذين كفروا اهي. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، ان الله لا يخلف الميعاد. شوف لما بيكون بيخوفهم بينذرهم بيتكلم كده، ان الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ، طبعا الربط ان شاء الله سهل يعني، ولا يزال استهزئ ازاي وازاي، بيتكلم على الكفار والثلاث ايات فيها الذين كفروا وبيتوعدهم وكده. اصبروا بس، هي يعني القارعه بتيجي قريبا من دارهم، بس في مره في مرات هتاخدكم يعني، يعني اصبروا شويه، كل حاجه عنده بميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت، مآب. ولو أن قرآنا الألف فأمليت قائم، أفمن ماشي معايا الألف هنا، فأمليت للذين كفروا، يعني أعطاهم فرصة وأمهلهم. هنا أفلم أيضا، أفلم ييأس، أفمن، أم تنبئونه، أم بظاهر من القول، يعني الهمزة ماشي معانا زي في الآية بتاعت اللي بعد السجدة اللي هي أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جمع جعلوا لله كذا كده، أم أو أم أفمن، سؤال بالهمزة، أو تحل قريبا من ده. طيب ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت، زي افلام يعني تشبيهها شويه، فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب.
العقاب في سورة غافر هناك، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم لا يؤمنون. هنا أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. يعني جت قبل كده وفي الآية 33 وفي الآية 19. طيب، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. خدنا بالنا من التقسيمات ديت الجمل. بل زين للذين كفروا مكرهم، وهنا في مكر، هنا للذين كفروا مكرهم، وهنقول ايه؟ وقد مكر الذين من قبلهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. في الزمر هنقول ومن يهدي الله فما له من مضل، او وراء بنقول افمن يتقي بوجهه سوء العذاب. طيب، او في غافر مثلا نقول ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. طيب هنا نقول ايه؟ الثلاث جمل بتاعت العقاب بتاعت الكفار عرفناها دايما بتجيلنا على اليمين، لهم عذاب في الحياه الدنيا والعذاب الاخره اشق وما لهم من الله من واق. في هنا واق ايضا، هنا ده ربنا بيكلم الرسول. طيب، دول بتوع الواق زي للمتقين كده، متقين وقاية. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. عندنا مثل الجنة التي وعد المتقون في سورة محمد، هناك مكتوب فيها أنهار، فيها الفاء، يعني هنا التاء قبل الفاء صح؟ فيها تجري من تحتها الأنهار أكلها، زي ما اتكلمنا على الأكل في الآية 4، قلنا إيه؟ ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هنا أكلها دائم، أكلها دائم، يعني دايما ياكلوا منها. وظلها، كل والظل دائم. تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون. طيب، من هم الكافرين يا ترى؟ من هم الكافرين؟ تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. الكافرين ان هم الذين آتيناهم الكتاب، هم الكفار اليهود والنصارى. والذين، احنا عندنا ايات تبدأ والذين وايات تبدأ الذين، اتنين ثلاثة الذين واربعة والذين. والذين اتيناهم الكتاب يفرحون، كان في فرح قبل كده بالمتاع الدنيا، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الاخرة الا متاع. وهنا والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك. ليه بقى؟ لانه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل هيجي لهم رسول شكله إيه. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، كل إنما بيخبوا بعضه، فاكرين في من الكلم، يحرفون الكلمة عن مواضعه. ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. رجوع، وكذلك أنزلناه، نتكلم على الأنزل، أنزلناه حكما عربيا، عندنا في طه أنزلناه قرآنا عربيا، عندنا في الحج أنزلناه آيات بينات، هنا وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما، عندنا في البقرة بعد الذي أو من بعد ما، فيبقى بعد ما بس هنا، مفيش لخبطة إن شاء الله. بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. واق الزواج وقاية. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. طيب، إحنا بدأنا السورة بكتاب، قلنا إيه؟ تلك آيات الكتاب.
وآخر آية في السورة كتاب، ومن عنده علم الكتاب، وهنا لكل أجل كتاب، وتحتها أم الكتاب. طيب 38 و 39، 38 و 39 و 43. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أم الكتاب اللي هي اللوح المحفوظ، أم الكتب يعني. قال هنا للجنس يعني كل أنواع الكتب. أم الكتاب 39. يمحو الله ما يشاء من الأحكام وغيرها، ويبقي ما يشاء منها لحكمة يعلمها، وعنده أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ. وإما نرينك، الوحيدة اللي مفصولة هي هنا في الرعد. طيب وإما نرينك، وهتلاقوها متصلة في بقية الأماكن زي مثلا في فصلت أو في غافر الله أعلم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ربنا سريع الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها. دلوقتي أنت في الحساب بتستعملي ناقص وزائد والحاجات دي، صح؟ ناقص وزائد وتعدي هنا. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها، الحساب بقى من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه. زي عقوبة، ها؟ لا معقب لحكمه، عقبة عقبة، نفس الحروف يعني، ما حد يحكم بعده ولا يعلق على حكمه يعني. وهو سريع الحساب، وقد مكر الذين من قبلهم، فلله المكر جميعا. هنا الأمر جميع، هنا المكر جميع. ما تنسيش تقولي الذين، لأن عندنا في سورة إبراهيم ومكروا مكرهم وعند الله، قد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. أوكي. بس هنا قولي الذين، عشان عندنا كلمة الذين والذين، الذين والذين متكررة هنا، الذين والذين. طيب هنا وقد مكر الذين من قبلهم، فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. لمن الكفار هيعلموا، وبيرجعوا يقولوا ايه بقى؟ ويقول الذين كفروا لست مرسلا، انت ما حدش ارسلك، انت مش رسول يعني. وقول الذين كفروا لست مرسلا، يرد يقول لهم ايه؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بدأنا بالكتاب، وفي الوسط الكتاب، وفي الآخر الكتاب، من اليهود والنصارى يعني، ممن آمن برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، واتبع الحق، فصرح بتلك الشهادة ولم يكتمها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.